ساعدنا بأجواء العيد جماعة، وهاي المرة رايحين على عالم الموسيقى. عالم الموسيقى، ومنرحب بضيوفنا الكرام ميساء عراف المرنمة، وورد أندريا عازف الجيتار، ولونا صدران عضو في الحركة المريمية. صباح الخير. صباح الخير. كيفكم؟ كيف أجواء العيد مبدئياً في بلادكم؟ وكيف عم تمرق الشغلات؟ إحنا بالضبط يوم قبل ليلة العيد. ميساء. أول شيء صباح الخير، كل عام أنتم صباح بخير. الورد، كل عام وأنتم بخير. مثل كل سنة، مثل ما بتعرفوا العيد الميلاد ملان أشياء، ملان تحضيرات، ملان أمور، لأنه هذا العيد مش هوين يعني بالنسبة لنا كمان كأشخاص مؤمنين، اللي احنا بهمنا طبعا نتحضر مثل ما لازم لعيد الميلاد لاستقبال يسوع، اللي هو مش بس زينة طبعا واحتفالات، واحنا طبعا بنشوف بس هاي الامور بشكل عام، بشكل مركز عليها اكثر للاسف. فاحنا من خلالنا وان شاء الله اليوم معك راح نحكي شوي عن كيف احنا راح نركز اليوم عن طريق الحركه المريميه، كل واحد كيف بيجهز نفسه استقبال للميلاد عن طريق الصلاة وعن طريق كل الأمور، أعمال الرحمة، كل الشغلات اللي بنعملها. دائما الإضاءة على البعد الروحاني في الأعياد المجيدة والمباركة طيلة أيام السنة ولكل الديانات كثير أمر مهم، ولهيك أنتم اليوم معنا عن جديد. صباح الخير لونا، العضو في الحركة المريمية. حكت ميساء على البعد بالفعل الروحاني والإنساني، إلى جانب يمكن الأمور الشكلية اللي بتكون فترة الأعياد. في الحركة المريمية شو في نشاطات خاصة بالفعل بهاي الفترة؟ بالحركة المريمية إحنا صار عندنا برنامج سنوي اللي هو متكل على عدة أعمال رحمة بنسميها إحنا، اللي هي بتتركز خلال فترة من شهر 11 لشهر 12. حلو. اللي بس أعمال رحمة لعيد الميلاد، اللي هي بتتخصص بزيارات المرضى العجزة، أطفال برمبام، نتركز إحنا الوحيدين بزيارة الهوملس المشردين بشوارع تل أبيب، بنحاول بهاي بشوارع تل أبيب نعطيهم الأكل، الحرمات، إيش بنقدر نعمل شغلات نلم خلال فترة الشهرين الثلاثة نعطيهم طبعا، بنحاول أكل ومؤن للعائلات المستورة الموجودة بالمنطقة اللي موجودين فيها اللي بنعرف عنهم طبعا، كل إشي بسرية تامة عشان الناس تكون تحس براحة إنها تأخذ هاي الشغلات والأكل والمؤن اللي بنعطيهم إياهم. طبعا شغل رائع، شغل بعطي كتير، بعطي لجوا كتير طبعاً. مش لبرا، بعطيك تحس حالك عن جد مهيئ للميلاد. في إشباع نفسي لما بتعمل هيك مزبوط. أمور يعني إن كانت في عيد أو غير عيد، مزبوط، في رضا وفي اكتفاء. قديش اليوم انتم في الحركه؟ اليوم احنا بالحركه كتار، لانه احنا بنشتغل على عده مشاريع. طبعا اعمال الرحمه اللي هي بتيجي الناس الثابته بالحركه، الاعضاء الثابتين، وناس ندعي دائما الناس اللي بتشاركنا بتكون معنا برحل متطوعين. طبعا طبعا طبعا، بس في ناس اللي بتيجي ثابته اللي احنا بنتكل عليها دائما بالبرامج الكبيره اللي هي بتقود، نقول برنامج لرمبام، نسأل مين بحب من الناس حسب الفوت صوت اللي عندنا على الواتساب، المجموعات على الواتساب، حسب الناس اللي كانت معنا برحل بماديغوريا ومين بحب ينضم لنا. وطبعا احنا كاعضاء ثابتين بنحاول نشارك الكل، لانه الناس بتحب دائما، احنا بنحب نعطي بس بدنا حدا يقولنا كيف، لانه احنا بنعرفش، فمرات بكون هاي احنا بنحاول نساعد الناس عشان نوجهها كيف بيقولوا. ما احلاكم، ما احلى هاي الطاقات، وما احلى هاي الجهود اللي بتسووها، الى جانب الصبايا التنتين الحلوات اللي معنا اليوم. كمان عندنا ورد. صباح الخير يا صباح ورد. صباح النور، كيفك؟ تمام. دائما بترافق ميساء ولا؟ انا وميساء على الطريق، هيك طريق مشترك من يمكن سنتين واو او شيء عن هالشكل. تعرفنا على بعض من خلال الموسيقى. فحاليا احنا قديش صار لك طريق خدمه مع بعض في الموسيقى؟ انا في مجال العزف صار لي من جيل 8 سنوات، انا اليوم عمري 24 سنه. جميل، يعني سنوات طويله. بتلاقي هيك بفترة الأعياد وكأنه بصير في استهلاك أكبر للموسيقى، بصير في استهلاك أكبر للفنون، وعم نحكي مش على صعيد بس استهلاك، عم نحكي كروحانيات. بتوافقني الرأي؟ 100%. طيب، رائع جدا. بدك تضيف شيء؟ يمكن في هذا الربط بين كل شيء حلو لبين
إيه ربنا، لأنه إحنا الإنسان بنعرف بعلمنا الكتاب المقدس إنه مخلوق على صورة الله ومثاله، والله جميل ويحب الجمال، يحب الجمال. ففي هيك إشي بربطنا، كل ما نشوف إشي جميل مثل الموسيقى دغري بنرجع لربنا، للصورة المطبوعة الحقيقية اللي بداخلنا. نشوف إشي من الجمال أو نسمع إشي من الجمال. يلا يلا ميساء. بهذا الميكروفون ولا إيه؟ أيوه لو سمحت. ليل عم يحكي صار كل نهار، تيرجع تحكي لعيون الصغار. ليل عم يحكي صار كل نهار، تيرجع تحكي لعيون الصغار. الله طفل صغير، معقول هالالله بوجوهنا تجلى؟ لا صار ولا بيصير. الله لما عبى الكون ينزل لعنا الهون ونعيش بالميلاد، نحن اللي كنا رماد. لا صار الله لما عبى الكون ينزل عنا الهون ونعيش بالميلاد، نحن اللي كنا رماد. نلمس النعمة هيك وبكلمة راحت العتمي وصار كل نهار. نلمس النعمة هيك وبكلمة راحت العتمة وصار كل نهار. ليل عم يحكي حليان بتحكي، ولو يفهموا الكبار لصار لك. منفعش انت تقولي شكرا، احنا بنفع نقول شكرا. كيف مفروض اسا اكمل اللقاء واسال ميساء على امور تانية؟ كيف؟ شكرا ليسوع، بيعطينا نقدر عن جد بسمح لنا نخدمه. مش هوين، اهم شيء الانسان يسال حاله ليش الله خلقه وليش حط له موهبه، ليش اعطاه طاقات اللي حكيت عنها الطاقات الايجابيه، عن قد مهم نسخرها بالمحل الصح. وانت عم بتسخريها ايضا مع الحركه المريميه صحيح؟ احكي لنا اكثر. أنا خدمتي بالحركة ماخدي تقريباً، بدي أعطيها إذا بعطيها 50% من حياتي يمكن بظلم الإشي، لأنه هي بدرجة أولى عندي بحياتي من 5 سنين. كل شيء فيها بلاقي نفسي فيها، الراحة، المحبة، العطاء، الخدمة، تعرف على ناس جديدة اللي ما شفتنش ولا مرة كنت أعرف بحياتي فيهن. على قد ربنا بيجمع الأشخاص الصح بالمحل الصح. نعم. كل واحد فينا، احنا كلنا جسد واحد، جسم واحد بأعضاء مختلفة، كل واحد عنده محلة وظيفته، وعن جد منكمل بعض، فيش حدا بيقدر ياخذ محل الثاني، كل واحد له زاويته. ما كانتش إسا ممكن تكون بعدين، ممكن تكون بعد سنين. المهم الإنسان ياخذ قرار إنه هو مقرر يكون في هذا المحل، يعطي
يخدم. وعن جد إذا إحنا بنعرف إنه الأشياء اللي عندنا هي مش من قوتنا الذاتية وإنما من ربنا، بيكون كثير هوين إنه إحنا نرجع لربنا منه لإله. ما أحلى ما أحلى هاي الرسالة اللي عم تطلع بصباحنا، غير قديش إحنا هيك فسيفساء ومنشكل صورة إنسانية كاملة وحلوة. لونا قديش مهم لكم ميساء تكون ضمن الحركة، قديش مهم لكم كمان استقطاب هاي الطاقات الرائعة والحلوة اللي لسه سمعناها. في هون ميساء حكت جملة كتير حلوة، إنه إحنا أشخاص مختلفين، إحنا بكل شيء مختلفين، يعني من كل واحد جاي من مجتمع او من بيئه او من شغل ومن وظيفه تانية بتختلف تماما. احنا ميسا كثير بالحركه، بنعدها روح بالحركه إلنا، لانه اول شيء من الاعضاء الاساسيين اللي بتبداوا مع الحركه. ثاني شيء الصوت اللي عندها واللي بتعطينا اياه بروحانياتنا بالحركه كتراتيل ما بنعمل ساعات سجود وشغلات اللي هي بتعطينا اياها اكثر. يمكن كثير في اصوات حلوه بس ميسا بتعطي طعم ثاني لهذا الشيء. بس الفكره اللي حكت عنها ميسا بدي اعود اركز عليها لو بشكل بسيط، انه احنا كثير مختلفين. اليوم ورد بتعلم شيء ثاني بيختلف تماما، ميسا شيء ثاني، انا جاي من مجال بالمره بختلف. انت جاي من مجال الطب توان نخوم، بس مش بدي احكي الفكره ثانيه. الفكره كل واحد عنده مشاغل بالحياه كتير. أنا اللي بدي أضوي عليه نقطة تانية، إنه إحنا بهاي الفترة بالعيد مع كل مشاغلنا بالحياة، مع كل واحد اللي جاي إنه من تخصص تاني من مجال تاني، لازم نلاقي حالنا وقت ناخد قرار زي ما حكت ميسا، ناخد قرار نعطي بطريقة تانية للمجتمع، نعطي لحالنا. إحنا بنعطي دايماً ونفطن بحالنا، بتاخدنا الحياة، بتاخدنا الشغل، بتاخدنا المصاري، بتاخدنا، ننسى شغلات مهمة. اليوم بيسألوك مثلا انت شو ناقصك؟ اليوم كثير ناس تفطن بربنا بالعيد، تفطن بربنا لما ناقصها شيء، مريضه الله ما بصير معها مشكله بالضبط. فانا اليوم بقول كثير ناس بتيجي بتقول لك ما انت شو ناقصك؟ مش لازم هيك اتوجه لربنا، لازم يكون كل يوم عندنا عيد. بس حلو بهذا اليوم او بهاي الفتره نركز حياتنا شوي ونقول احنا ايش بنقدر نساعد اللي حوالينا. اليوم احنا اول شغله بنفكر فيها بعيد الميلاد شو بدي اجيب لأخوي لأمي لأبوي لكذا. طب في ناس ما حدا بيفطن فيهن، شو دي يجيبولهن؟ من دي يجيبولهن؟ شو دي يعطوهن؟ صحيح. لو نأخذ نظرة على هذا الموضوع نعطي، بنحس الميلاد قديش حلو، لأنه عيد الميلاد محبة، عيد الميلاد عيلة، عيد الميلاد جمعة. لونا قديش صلكوا بالحركة المريمية؟ يعني الحركة قديش صلها فاعلة؟ 5 سنين. لا الحركة تأسست من 8 سنين على شاب اسمه شرب المارون، هو خادم الحركة المريمية. هي تأسست بعسفيا بالبداية، واليوم احنا من كل البلاد منيجي، من الشمال من اقصى الشمال فصوطة للرملة، وبتغطوا كل هاي المناطق. بنغطي اليوم عندنا لقاء شهري، عندنا لقاء وكمان الخادم بيطلع على البيوت وبيطلع بزور الناس. عندنا لقاء 22 من الشهر بمار شرب بعسفيا اللي احنا كمان بنقوم فيه بنخدم فيه هناك، وغير الرحلة لمدجورية، مرات في رحلة حج كمان لإيطاليا، بتعلق يعني بشو كل الأمور، غير وأعمال الرحمة وكثير أمور. خلينا نرجع لتفصيل، انكم انتم من مجالات مختلفة تماما. يعني لونا طبيبة، ميساء أنا عاملة اجتماعية بمؤسسة تأهيل السجين. أوكي. وورد أنا طالب بتخنيون هندسة حاسوب. ما أحلى ما أحلى إنه يعني المجالات المهنية مش ماخذة كل هذا الحيز الكبير، وإنما أيضا في أولوية أو في أمور أخرى على سلم الأولويات. قديش ورد مهم إلك تكون ضمن هالنشاطات اللي كمان ميساء وكمان لونا هيك حكوا عنها واسهبوا فيها، قديش بتغطي مناطق معينه، قديش بتغطي شرائح مجتمعيه معينه. طبعا طبعا جدا مهم كمان لنا احنا نكون كشباب فاعلين بقلب بقلب كل هاي النشاطات. انا شخصيا باجي من مجموعه مره حكينا عنها هون صباحنا، غير مجموعه شبابيه بتشتغل بالجامعات بالاساس تحت عنوان UCO University Christian Outreach أو الرسالة المسيحية في الجامعات. حلو. وفي دعم كتير كبير وتعاون كتير كبير ما بين الحركة المريمية وبين هذا النشاط. يعني من بداية إحنا كمان تأسسنا قبل حوالي 5 سنين.
كل وقت كان في هذا التعاون والدعم من الحركة، من خادم الحركة. وكان في كثير مرات نشاطات مشتركة كمان بأعمال الرحمة، كمان بالمؤن اللي حكوا عنها كثير، بيساعدوا الطلاب الجامعيين بهاي بقلب الأماكن السكن تاعتهم، بقلب الحرم الجامعي، الشقق اللي عايشين فيها. جميل جميل جدا. شخصيا أنا ما شبعتش، بدنا كمان هيك وجبة ولو صغيرة ميساء. بما انه العذراء جمعتنا فهنا لازم نرتل للعذراء. يا مريم يا عناية ألحان السماء، إني بوجهك كل آن محدق، ينسى عطرك في حنايا أضلعي، وشدى حنانك في الخليقة يغرق، حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق. يا قوتي وحديقتي وسعادتي، بابي على الإثم بفضلك مغلق، قبطاني أنت في الخضم الهائج، والنجمة والقبلة والزورق، إن أثخنت نفسي جراح الحيرة يمناك تمسكني فلست أغرق. كنت وأنت دائما أنشودتي، ولغير لحنك لا يحن مسمعي، وإليك صمتي فاقبليه معبرا عما أعي وعما ما قد لا أعي، يجتاحني رجوع إلى الطفولة، إن تهت عنك فضح حوض مدمعي. شكرا كثير ميساء عراف، لونا صدران، وورد أندريا. أمير بقدر أزيد شغلة صغيرة؟ طبعا تفضلي. بدي أحكي شغلة مش رح يحبها شربل اللي هو خادم الحركة المريمية، بس أنا حابة أتوجه له من هنا وهقول له شكرا كثير له، لأنه هو بيعمل بحياتنا من غير بطريقة غير مباشرة وبطريقة مباشرة، هو كل وقته للحركة. إحنا مع كل مشاغلنا قد ما بنقدر نكون طبعاً منكون، بس بدي أشكره عن طريق المنبر هنا باسمنا باسم كل أعضاء الحركة، كتير بعطي من وقته، كتير بعطي من وقته، من روحانياته، من الصلاة اللي بقدمها. وبدي أقول له أنت شخص كتير مهم، أنت كتير شخص مهم، أنت كتير عملت بكتير بيوت بكتير ناس بحياة كتير ناس، فبشكرك كتير شربيل باسمي وباسم أعضاء الحركة، وإن شاء الله منكمل هيك سوا. وإحنا بالتالي كمان نشكره لشربل، لونا، ميساء، وورد. شكرا جزيلا على كل هذا الحب اللي جبتوا لنا إياه على الاستوديو.